سعد، لو تقول لي بس المتبقي في أجندة زيارة الرئيس لبكرة يعني، وفي نفس التوقيت هرجع لك تاني عشان تقول لي بقية الأصداء، أصداء تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس إعلاميا، الصحف كتبت إيه، النخب الفرنسية كتبت إيه. طبعا يجب أن نكون موضوعيين محمود. يعني اليوم كانت هناك تظاهرتان، التظاهرة الأولى نظمها بعض المتعاطفين مع الإخوان المسلمين وكانت أعداد قليلة جدا، ولكن في نفس الوقت كانت احتفالية للجالية المصرية بالغناء والدبكات المصرية بمختلف مدنها، والإسكندرية وأسيوط وكل المدن، كانت احتفالية كبيرة جدا نقلت إلى الرئيس المصري وكان يذهب إليها. وكان هناك طبعا اليوم الفرح المصري بالنسبة للجاليات المصرية هنا في فرنسا. أيضا إلى المثقف المصري، هناك طبعا فرنسا أعلنت بأن 2018 هي سنة مصر للثقافة هنا في فرنسا، وهذا يوم مهم بالنسبة للمثقفين وللمبدعين. الشيء المهم أيضا غدا هو يوم مهم جدا، تحدثنا عن الجانب الأمني محمود، تحدثنا عن الجانب السياسي، سيد السفير تحدث بنقاط مهمة جدا وهذا ما حدث فعلا، ولكن الجانب الاستثماري، ما يهم مصر اليوم، ما يهم الشارع المصري، ابن مصر، ما الذي سيجني من هذه الزيارات؟ سيجني أولا غدا سيكون لقاء مفتوح مع المداف، أي رجال الأعمال الفرنسيين، وسيحيي الرئيس الفرنسي أيضا مجلس الرجال الأعمال المصري الفرنسي الذي توقف منذ عام 2011 بسبب الأحداث، سيعيد بناؤه من جديد، سيعيد بداية عمله من جديد. إذن المداف، وهذا هو أهم ملتقى لرجال الأعمال الفرنسيين، يعني رؤساء كبار الشركات العملاقة، سيجتمعون غدا مع الرئيس السيسي الساعة 9 صباحا، ومن ثم مع رجال الأعمال الفرنسيين والمصريين ليخططوا ويسمعوا من الجانب الفرنسي. أربع وزراء يرافق الرئيس السيسي سيشرحوا ما هو الاستثمار في مصر في المرحلة القادمة، هل هو الاستثمار ما قبل 2011 أو هم هناك شيء جديد؟ هناك فرص استثمارية للأوروبيين وللفرنسيين بالذات تفوق ما كانت عليه سابقا، لذلك هي دعوة للشركات الاستثمارية غدا في اجتماع مهم جدا سيكون للشركات العملاقة لتكملة بعض المشاريع التي ما زالت متوقفة أو ما زالت هي على الورق. هناك بعض المقترحات الفرنسية سيسمعها الجانب المصري، والجانب المصري سيسمع من الجانب الفرنسي، وأيضا هناك شهادات من شركات فرنسية نفذت مشاريع في مصر، أين كانت، أين وصلت، لماذا نجحت، أين أخفقت، فكل ذلك سيتداوله غدا موضوع المدف، مشروع رجال الأعمال الفرنسيين والمصريين محمود. سعد المسعودي مراسلنا في باريس، أشكرك سعد، شكرا جزيلا.